برمضان ببلش يومي الساعة 1 بالليل. بهذا الوقت عادة بكون بحضر يوتيوب، بقلب انستغرام، شوي تيك توك، شوي برن على صحباتي، شوي بصور لكم ستوريات، يعني هيك بكون وقت لنفسي. هاي هاي، كيفكم؟ شو الاخبار؟ اليوم رح اخذكم معي بيومي كله الحقيقي. شو رح اعمل بالضبط طول اليوم؟ راح تكونوا معي. فهلا الساعة 1 بالليل، حيبلش يومي هلا. كتير حزينة صراحة. هلا اكيد في حدا حيخطر بباله سؤال انه كيف ما بتنعسي بكره؟ مش عندك دوام؟ يا جماعه بكره ما عندي دوام. التوجيه حاليا ما بنداوم لانه بعد 4 ايام عندنا امتحاناتنا التجريبيه، فالمفروض نقعد بالبيت ندرس. وانا شو بعمل؟ قاعده بصور فيديو يوتيوب. فاليوم حيكون مليء بالدراسه. المهم خلوني هلا اقوم ادرس، احط اغراضي وحركات. تعرفوا هذا الشعور لما تمسكوا مادة أول مرة تمسكوها؟ هذا حرفيا الشعور أنا بحس فيه حاليا. الأحياء، يعني عشان أكون صريح معكم، ربنا الله أول درسين بس امتحنت فيهم، وبعدين هاي كنت دارس أول درسين. بعد أول درسين من كتر ما الكتاب جديد الصفحات ملزقة ببعض، شايفين؟ حرفيا الصفحات ملزقة ببعض. يلا ما علينا. مش عارفة أقرأ اسم المرض. مرض فينيل كيتوك إيش؟ مرض فينيل كيتونيوريا. كيتونيوريا، مرض فينيل كيتونيوريا، مرض وراثي سببه طفرة جينية متنحية على الكروموسوم رقم 12. يعني مرض وراثي سببه طفرة جينية متنحية على الكروموسوم رقم 12، تؤدي إلى انعدام إنتاج إنزيم فينيل ألانين هيدروكسيليز المسؤول عن تحويل الحمض الأميني فينيل ألانين إلى مركب مهم هو الحمض الأميني تايروسين. أنا مخي بطل يشتغل. بتكون على الطفل قبل عمر 6 أشهر، وبتكون فقدان السمع والبصر، صعوبة في البلع، حمى، صعوبة تغذية. شو كمان؟ 2 hours later. يا جماعة الساعة صارت 3 الفجر، يعني شو؟ يعني وقت السحور، بس لسه ما حدا صاحي. أعتقد إنه الموعد اللي بيصحوا عليه ماما وبابا الساعة 3:30، فأنا بقول شو رأيكم أنا وإنتو نروح نجهز لسحور ونفاجئهم؟ طبعاً أنا مش عارفة، شوفي عنا أشياء بالتلاجة، فرح أخذكم على التلاجة ونروح نختار أنا وإنتو السحور. طلع 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 أجواء رمضانية على باب غرفتي، الله نيالهم فيي. هلأ إحنا مبارح بالليل جبنا صحن فول عشان لازم نتسحر فول، هاي صنف جاهز. هلأ بفكر إني أحط حمص. عنا زيتون أسود ولا خلص؟ ليش بسألكم أنا؟ عنا جبنة بلدية مش عارف تحكوا عنها، المهم هي هاي الجبنة المالحة المربعات بتكون. عنا شوربة بالليل، ماما قبل ما تنام عملت لنا الشوربة اللي بنحبها، فبدي أسخن لهم إياها. يس هاي الشوربة أنا بموت عليها، اللي هي يا جماعة شوربة اللبن، بالنسبة لي ماي فيفورت دايما. معلومة ما بتعرفوها عني، أنا كتير بحب الفلفل، كتير. أنا حتى بالمدرسة باكله هيك. في ورق عنب، كنا عاملين امبارح ورق عنب. الله الله. أنا تقريبا اتصحت. كنت عامل لكم سحور لقيت ورق عنب. ناسي انت صح؟ كنت باكل. كمل؟ لا. كمان شوي. بابا كان كل ما يحط اشي في صحن يعمل هيك. يا امي درست احياء، يعني شفت اسماء انزيمات واشياء وكروموسومات وهيك، لا تخطر على قلب بشر. يخرب بيتها من مادة. لاي عليكم يا امي، كيف كنتوا رح تتسحروا؟ عن جد روح اجيب جبنه. احنا تقريبا حنتسحر زيت يا امي، احنا مش نتسحر شكل، يعني مش فاهم، احنا كل شيء بنحط زيت. نجيب زيتون اسود. ايوب بيان فراس تعال تسحر، صاحي؟ الساعة كم؟ الساعة
ساعة 3-4. لا والله انه نار. بدي اكل بابا. بابا صح بابا. طيب الحمد لله تسحرنا. كنت ابن يعني ابن لطيفة بعمل سحور لأهلي. فالمهم بدي هلا أروح أتوضى أصلي الفجر وبعدين مش عارفة نشوف شو بدنا نعمل. بدي أنام أو بدي أكمل دراسة. حلو علي. هلا المفروض انه انا انام، بس السؤال هل انا نعساني ولا مش نعساني؟ انا مش نعساني، فراح اقعد واكمل دراسه. مش راح ادرس ماده هيك زي الاحياء كلياتها حفظ وقصص، راح ادرس رياضيات لانه بدي احل وبنفس الوقت بدي افتح يوتيوب. يعني في الرياضيات بالذات الماده الوحيده بقدر احضر عرس قدامي حفله وما اتاثر واكمل حل. افتح برنامج انا كثير بحب احضره، برنامج مصري، وأحل الرياضيات النصرات عشان أتسلى وما أحس بالوقت. أول واحد يأكل فتاة في الفضاء اللي كان قاعد جنبي يا رايا. الشفافية والإنسانة تنظر. 6 hours later. جماعة الساعة هلا 12 الظهر. أنا لسه صاحية. الساعة هلا 12 الظهر، فبدي أروح أصلي الظهر وأقرأ الأربع صفحات وبعدين أنام وتصحوني الساعة 4 العصر. بدي أنام 4 ساعات. والله قليل ما نمت طول الليل، والله اني مناضله كفو علي. هلا عن جد نعسانه، يعني الطاقه اللي عندي بالسالب، فضروري اشحن وانام. فرح انام. فتصبحوا خير واراكم على العصر. باي باي. 3 hours later. صباح الخير. طبعا جماعه انا مش صاحيه هلا، انا صاحيه صار لي تقريبا ساعه، بس صليت العصر طبعا، قرات الصفحات اللي قلت لكم عنها وقعدت شوي، مش قعدت شوي، انا بقعد هيك شويه اصحصح استوعب انه انا يعني خلاص اجى وقت اني اصحى من النوم. فاليوم غدانا فته ودجاج مشوي مش كمان وشوربه لبن، فهاي يمكن من اكثر الاكلات اللي انا بحبهم، فانا اليوم كثير مبسوطه، مودي نار حريقه. كمان اليوم بدنا نعمل كنافه، فالمفروض ان انا اساعد ماما، قلت لها حساعدها مع ان انا لا افقه في الحلويات شيء، بس يعني بنشوف شو اللي راح اساعدها فيه بالكنافه. صراحه بدي اطول التمر عشان احط بالتمريه. بنحط التمر بالتمريتين اللي جبناهم، شفتوهم بالفيديو اللي رحنا نجيب فيه الاغراض. اوكي بدي افرد الشعر هذا بالصينيه عشان هاي الستيب 1. هاي هلا راح اجيب الصحون، راح اجيب المعالق واجهز السفره عشان خلاص بيضل الاذان ابو 20 دقيقه. بابا فوق راح يسوي الدجاج وماما كمان فوق بتشقر على الدجاج. اخواتي كل واحد في غرفته، اخواتي الاثنين فراس وبيان بالطابق اللي تحته، ايوب بالطابق اللي هنا بس مسك الباب، فهدوء. الله اكبر الله اكبر. هو انت ازاي بتضرب حلو كده؟ سيبوا منك ولاد فتح الله من وهم صغيرين، مش عارفه ليه زي ما تكون صحتهم كده بتيجي على البهدله. شوف ان انا غلطت في حاجه؟ انت ما بتعملش حاجه غلط يا جعفر. طبعا يا جماعه ما ننسى صلاه التراويح، اهلي كلهم، طبعا اهلي كلهم اولاد شباب، انتوا عارفين ما في بنات في العيله، فكل اهلي راحوا يصلوا صلاه التراويح بالجامع، بس انا وماما راح نصليها بالبيت. يا جماعه هلا راح يبلش الكواليتي تايم تبعنا بالبيت، يعني بعد الفطور وبعد ما نحضر رامز بتبلش هان الاجواء الخاصه فيي انا وماما. حرفيا كل يوم عندنا فعاليات بتجنن عن جد بحكي. بدي اروح هلا اسوي قهوه
ونعمل الكواليتي تايم تبعنا انا وماما طبعا بعيدا عن التصوير. تقريبا هيك بكون خلص الروتين لانه هرجع اعيد نفس الاشي وارجع ادرس وارجع. فبس بحبكم كتير واتمنى تكونوا استمتعتوا معي بهذا الفيديو، بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي.